ودي كده الملاية اللي انا قصيتها معاكم في السطنات. انا ركبت الكورنيشة الاولانية كده وعملتها اوفر بالشكل ده، وعملت حرفها حرف كورنيشة اوفر، وبعدين عملت الشرايط اللي اتفقنا عليها. دي الشريطة اللي هتتركب للكورنيشة التانية، ودي الشريطة اللي هتتركب للكورنيشة التالتة. يعني دي كورنيشة كده، انا هاجي فوق حرف دي كده، هاجي فوق حرف دي وابدأ اركب، بس بخليها على مع اول حرف دي. دي تمشي الكورنيشة دي تمشي مع اول حرف دي، وبرضو بكسرها بالطريقة دي كده، بنفس الطريقة اللي احنا كسرنا بيها الكورنيشة الاولانية، نكسر بيها الكورنيشة التانية كده، وبعدين الكورنيشة التالتة بركبها فوقها كده برضو. ويبقى ايه عشان تبقى نوصل في الاخر، لان هما 3 كرانيش، واحد اتنين من لون الموف، وواحدة من اللون بتاع الملاية نفسها. نبدأ نركب كده في الاول كده، ابدأ اركب معاكم جزء منها كده عشان بس الفيديو ما يبقاش طويل، اركب جزء منها كده وبعدين اكملها واوريكم الشكل النهائي بتاعها. كده احنا بنبدأ مع حرف دي، ابدأ على دي كده وبعدين ابدأ اركبها، بمشي كسر كده على الابعاد. هتبقى بالشكل ده كده. وبعدين بعد ما هركب ده، هاخد الشريط ده وابدا امشي برضو بنفس الطريقه على حرف ده كده، اركب ده بنفس الطريقه، اركبهم كده وبعدين اوريكم الشكل النهائي للملايه. بعد ما هركبهم، هركب برضو شريط ستان على حرفها كده، على حرف الكراميش دي، عشان يعمل منظر حلو كده بعد ما هركبها. وكده انا ركبت ال3 كراميش فستونات. اول واحده اللي هي مع الفستونه واتعملت اوفر بالشكل ده، وبعدين الثانيه ركبتها كده، وفوقها الثالثه كده. وهبدا بقى اركب شريط الستان من هنا كده، اركب على اول حرف دي وعلى اول حرف دي وعلى اول حرف دي، اركبها كده وبعدين اوريكم هي بقت ازاي في الاخر. وبعدين بعد ما هركبها، اركب فيونكات هنا كده، او على حرف يا اما على حرف الفستونه من هنا، يا اما في وسط الفستونه من هنا بالشكل اللي يعجبك. هعملهم كده واوريكم الشكل النهائي للملايه. ودي كده الملايه بعد ما خلصت. 3 كرانيش دول، ادي الكورنيشه الثانيه الثالثه، وحطيت على حرفها شريط الستان وركبت شريط ستان كده عليه. هو طبعا جميل جدا جدا جدا. دي الفستونات اهي كده، ده شكل الملايه. انا هوريها لكم، يعني ايه هصورها لكم، بس انا قلت اوريها لكم الاول كده عشان اوريكم الملايه بعد ما خلصت. هي كده اهي، هتشوفوها لما ان شاء الله تتفرش، هصورها لكم وهي مفروشه. دي بالنسبه للملايه. بالنسبه للخدوديه، دي كده الملايه، دي كده الخدوديه بتاعتها، اهي. وبعد كده ده كيس المخده، برضو كيس المخده ركبت له شريط برضو كده من على حرفه، وبعدين ركبت له شريط ستان بالطريقه دي كده. تتفضل بقى المفاجاه اللي انا عاملاها لصاحب الطقم. دي القطعه الملايه الثانيه اللي هي هتتحط فوق الملايه الفستونات، هتتحط تبقى دي على حرف السرير، ودي ملايه خارجيه لان هي عندها اطفال، فدي ملايه انا عملتها لها مفاجاه كده، وعملتها لها عشان تحمي الطقم شويه. وممكن دي تبقى تتشال يعني هي لوحديها، هي هتدي منظر جميل جدا. هوريه لكم بقى وهو مفروش عشان نشوف الشكل النهائي بتاعه. يا رب يكون عجبكم، ويا رب يكون الشرح بتاعي وافي كده، واحنا ان شاء الله نبقى نعيده تاني، عشان بس انا مشغوله يعني عشان رمضان وكده، فربنا يسهل اعيد لكم الطقم ده كمان مره في طقم كبير ان شاء الله. يا رب يكون عجبكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.